مشاهد تتكرر بشكل شبه يومي في محافظة واسط. مجموعة أخرى من صغار مروجي المخدرات يقتادون إلى السجن. الإجراءات هذه لا تشمل حيتان تهريب وتجارة المخدرات المتنفذين والمحميين من قبل أحزاب السلطة. سكان محافظة واسط يعرفون الجهات المشرفة على عمليات تهريب المخدرات القادمة من إيران والمستفيدة من وارداتها. منو بده يدخل هاي المخدرات والحشيشة والكريستال؟ اكو احزاب متنفذة بالدعم من ايران والحكومة الايرانية. هاي الاحزاب مو انت واني ندخل حشيشة، هم هاي الاحزاب الكبيرة اللي الفاسدة اللي خربت الشباب العراقي. اليوم اصبحت محافظة واسط بؤرة المخدرات. بؤرة المخدرات وهي اللي تمول المحافظات. جهات متنفذة تتخذ من محافظة واسط نقطة لانطلاق توزيع المخدرات باتجاه باقي المحافظات، فيما تعجز القوات الأمنية عن التصدي لها. وبدون أي رقابة من قبل الجهات الحكومية، لأن ما تقدر أنه تحاجج أو تحاجي هاي الأحزاب أو تحاسبها محاسبة علنية أو محاسبة حتى سرية، ما تقدر تحاسب هاي الأحزاب. يتم إدخال آلاف الكيلوغرامات من المواد المخدرة عبر منافذ واسط الحدودية ليتم توزيعها بين فئة الشباب والمراهقين الذين باتوا ضحية للتعاطي والاتجار على حد سواء. هذه الآفة اليوم بدأت تنتشر ببيوتنا. يعني قبل ثلاثة أيام في مدرسة بنات بالخاتشية، منطقة الخاتشية مركز مدينة الكوت، يكون بنات يتاجن بالمخدرات. إلى متى؟ اليوم وصلت هاي آفة المخدرات إلى بيوتنا، بدأت تهدد حتى منازلنا، بيوتنا، عشائرنا. اليوم جاي نشوف حتى قريب المقدسات مالتنا، اليوم آفة المخدرات منتشرة. محافظة واسط ما هي إلا واحدة من محافظات البلاد التي أغرقت بالمخدرات، حيث تطرق هذه الأخيرة أبواب المدارس والمنازل والأسواق وحتى المساجد، مهددة حياة ومستقبل أجيال فتية بأكملها.